بشاعة ما فعله المتهم. متهم خائن يقتل بدم بارد ليس لديه قريب أو عزيز. كلما اؤتمن من ضحاياه لا يرد إلا بالخسة. ففي وجهه أقنعة بالغة المرونة، طلاؤها حصافة وقعرها رعونة. وصفق إبليس له مندهشا وباع فنونا، وقال له إني راحل ما عاد لي دور هنا. دوري أنا قد عدته كما يجب أن يكون. إن النيابة العامة في سبيل إظهارها الحقيقة ظلت تبحث عن سبيل لما سلكه المتهم من جرم، إلا إننا لم نجد إلا قالة واحدة تصف ما ارتكبه من جرم: خيانة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. فقضية اليوم قضية أساسها الخيانة. فأسوأ ما في الخيانة إنها لا تأتي من عدو. فقضية اليوم بعنوان خيانة الصديق: مهندس أراد السفر خارج البلاد سعيا للرزق، حالما بالعيش حياة كريمة، متحملا مشقة السفر ومرارة الاختراق. فتح له المسكين مسكنه وائتمنه على بيته وأسرته، ولكن المتهم لم يصون الصداقة. فدبر وفكر في التخلص من صديق عمره، ثعبان في جسد إنسان، تمهل لحين عودته واصطحبه إلى مسكنه فباغته بأن أوكل إليه بالضربة تلو الضربة، جاعلا من رأسه مستقرا، محدثا إصابته والتي فارق على إثرها الحياة. سيد الرئيس، حضرات السادة المستشارين، إن تلك الجريمة ليست بجديدة على المتهم، فلتسمحوا لي أن أكشف السلوك الإجرامي للجاني. فقد استهل جرمه في غضون شهر ديسمبر عام 2014 عندما تقدم لخطبة المدعوة فاطمة الزهراء. دخل مسكن مرددا السلام راغبا في الزواج، فقوبل بالترحاب. وبعد مرور 3 أشهر من الخطبة قام باستدراج الضحية الأولى نديم، شقيقة المدعوة فاطمة الزهراء. فكر ودبر على قتلها ليخطر بباله فكرة شيطانية، فزرع في عقلها الأوهام، فهم إلى نصب فخاخا لها والتي ما لبست إلا وهوت بين شباكه مستسلمة، آملة في تحقيق غايتها ومطمعها في الحياة الدنيا. وعقب أن ازدان جسدها في نظره هم إلى قطافه بأن نال منه ما بغى، جاعلا من عنقها مستقرا له، فاعتصره بقبضتين حتى فارقت روحها الحياة ولم يكترث بما أتاه من جرم. فأعد لها كفنا ثم وار على جثمانها بالتراب. وعقب أيام معدودة تزوج شقيقة المدن عليها.